فهذه هي النقطة التي أريد أن أرد على ضيفك الإيراني. طيب. في الاستوديو. نعم. طيب فضل. ماذا عن خيار الحوار؟ متى سيتم الحوار؟ اللبناني والله فاجأتني يا أخي لبنان. طيب يا دكتور خالد. ولا كلمة عن لبنان. طيب يا دكتور خالد فاجأتني افتكرتك إيراني باللغة العربية. تفضل يا دكتور. ربما أوجع وربما الأسرى الذين تم القبض عليهم والقتلى من حزب الله في اليمن يعني أثروا على نفسيته الحساسة يعني التي لا تعنيها قتل السنة في سوريا والعراق ولكن يؤلمه كثيرا أن يقتل له بعض المستشارين والعسكر في 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 صنعاء. والسيد حسن نصر الله طرح نقطة مهمة ربما يعني يجدر التوقف عندها عندما قال ماذا قدمت المملكة العربية السعودية لليمن طوال العقود الماضية؟ والله إما أنه جاهل أو يتجاهل، لا نحتاج لأن نبرز ذلك، هو عليه أن يفتح الشيخ يلجأ إلى الشيخ جوجل ويشوف يعني بس إيش اللي قدم خلال السنوات الماضية من مليارات.